بسم الله. يعني هي خواطر عن الربح من طريق الانترنت، هل في ناس بتربح من الانترنت؟ اه، في كتير، الاف الناس بتربح من النت يوميا، وفي ناس اعتمادها كاملة على الربح من النت. طيب ازاي؟ بص، خلينا صراحة، في حاجات كتيرة جدا نصب في الموضوع، وفي حاجات كتيرة هتضيع منك شهور وفي الاخر مش هتستفيد منها خالص، وفي حاجات هتكسب منها كتير. فانت لازم تبدأ توزن نفسك. اولا، لو انت لسه شاب ممكن تستغل الوقت، تستغل فترة الاجازة، وتستغل الوقت اللي انت انا قاعد فاضي مش عارف اعمل ايه، طب اروح فين، طب بتاع، ممكن تتعلم مثلا تصميم موقع نت، ممكن تتعلم ان انت تعمل فلاشات، ممكن تتعلم الحاجات ديت. المواضيع دي سهلة وبسيطة، والحمد لله المصادر بتاعتها سهلة. يعني لما جيت اتعلم الاي اس بي تعبت فيها، البي اتش بي تعبت فيها، في حاجات كده الواحد هو كان بيدرسها كان بيتعب فيها، لان هو ما فيش مصادر بالعربي، والانجليزي كان قليل، ما كانش لسه توفر فيه شروح كتير. فحاول تستغل اي وقت ليك. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول قيمة كل امرئ ما يحسن، قيمتك بالحاجات اللي انت بتعرفها. لو انت عارف شوية حاجات كده، زي مثلا إدارة الوقت، مثلا إدارة المشروعات، الحاجات دي بتفيد. تمام، في ممكن تكسب عن طريق الإعلانات. يعني ايه طريق الإعلانات؟ مش هتقف ترقص وبتاع، لأ. طريق الإعلانات ان انت تعمل ايه؟ ان انت عامل مدونة او موقع مشهور بيخش عندك ناس كتيرة جدا، فبتفق مع شركة. تمام، وفي مثلا جوجل ادنس، ده اشهر حاجة لان هو سهل وبسيط، ما فيش تعقيد فيه. هو مجرد انت بتشترك بيديك كود بيقولك حط في الموقع، لو حد ضغط على الكود ده هديك عليه فلوس. تمام، طيب الموضوع ده في ناس جربته وما كسبتش خالص، او كسبت قليل جدا، وتقعد تسال ليه؟ ما انا عندي ناس كتير بتدخل. هو الفكره، يعني انا هكلم تجربه شخصيه، انا مثلا كنت عامل موقع وناس كتير بتدخل وما بكسبش منه نهائي. تمام، رحت الغي الاعلانات. ليه؟ وانا كنت عارف ان انا مش هكسب من اول، من قبل ما اعمل الموقع كنت عارف ان في حاجتين يمنعوني من ان انا اكسب بصراحه. اول نقطه، ان الموقع بالعربي. طب ايه المشكله؟ المشكله ان اصلا العرب ما لهمش في التجاره الالكترونيه، هو بيعتبر اي اعلان ده فخ بيحاول يبعد عنه، هو اصلا ما بيحبش يشتري من على الاونلاين. انا واحد من الناس ما بحبش اشتري اونلاين عشان موضوع الهاكر والكراكر والحاجات ديت، فعاده بشتري من الناس حواليا، قليل قوي في اضيق الحدود لما بشتري حاجه اونلاين. تمام، انما الامريكان هي اسلوب حياتهم خلاص اتطبع، ان هو بيدخل على النت لو لقى اعلان بيفرح وبيدوس عليه وبيخش يشتري. فالمدونه اللي هي بالعربي ما بتكسبش، لذلك سعر الضغطه على الاعلان لو موقع اجنبي ممكن بيوصل لدولار، 2 دولار في المتوسط، في حاجات ممكن توصل ل 100 دولار، وفي حاجات ممكن توصل لسنت، يعني حاجه بسيطه خالص. العربي تقريبا ممكن مثلا 1000 ضغطه يجيبوا لك مثلا 2 دولار، فتلاقي نفسك ناس كثيره جدا عندك زوار بالالاف وما بتكسبش، بينما التاني مثلا بيخش له 1000 واحد في اليوم وبيكسب، بيكسب كتير. فده الفرق اللي هو اللغة العربية. تاني حاجة، أنا بشرح برامج هندسية. تمام، فالمجال ده ضيق شوية، مش بيستهوى كل الناس. ممكن تكلم حد يقول لك لا يا عم احنا عايزين حاجة في الطبيخ، عايزين حاجة في الأزياء، مش عيب، ماشي. تمام، فلو أنت عامل مدونة حاول تختار موضوع يكون عام ويكون الناس كلها مقبلة عليه، ويكون أنت نفسك بتحبه. يعني هتتعذب لو أنت بتكتب عن الطبيخ وأنت ما بتحبش الطبيخ، عمال تنسخ مقالات وتحطها، او بتتكلم عن الكوره وعملت تجيب مقالات عن الكوره، بس انت اصلا ما بتحبش الكوره. انا واحد من الناس عمره في حياته ما اتفرج على ماتش، وان شاء الله ما اتفرجش على ماتش خالص، ما بحبش الكوره. فلو عملت مدونه للكوره كاني شغال وعمال ابذل جهد، مش مستمتع بالموضوع. انما لو واحد مستمتع نفس اللي هو بيكتبه في الفيسبوك وعمال يكتب كل يوم كل يوم، نظمه في مدونه وبدا يظبط الاعلانات، ان شاء الله يكسب منها. بس يحاول يخليها حاجه الناس كلها بتحبها. يعني لو دخل موقعك مثلا 2 مليون في اليوم من العرب، لان المدونه كلها بالعربي، وقليل الاول اللي بيضغط، بس نسبه التناسب هتلاقي نفسك بيطلع لك ربح كويس منها، لان انت خلاص بدات. وممكن بعد كده تتفق مع شركه تانية تكون مهتمه بانها توصل للجمهور بتاعك. يعني مثلا النادي الاهلي عارف ان انت عامل مدونه في اللغه، فهيقول لك انا هديك مبلغ محترم مقابل ان احط الاعلانات عندك، مش حته الضغطه والضغطين والحاجات ديت. في ناس بتكسب بالفريلانسر، يعني اللي هو ايه، هو عنده حاجه معينه، مثلا بيفهم في الفوتوشوب، بيفهم في كذا. في موقع فريلانسر كتير جدا، بتدخل بتسجل اسمك وتقول لك انا ممكن اقدم الخدمه ديت لو حد عايز يتصل بيا. تمام،
وهتلاقي ان انت بتعرض نفسك مش على سوق مصر ولا سوق الدول العربية، انت بتعرض نفسك على سوق العالم. فممكن تلاقي واحد من امريكا بيقول لك طب انا عايز اشتغل معاك، هديك مبلغ معين مقابل اللي انت صمم لي كده. طب ايه اللي خلى الامريكي يسيب كل الامريكان ويجي لك انت؟ اولا الفلوس عندنا في الشرق الاوسط هتبقى اقل، يعني هو مثلا لو هو عايز يعملها في امريكا سعر السوق هناك هيكلف مثلا $1000، انما لو هو عملها مع واحد مصري لو اداله $100 هيقوم يرقص ويقول له يا سيدي ويبقى مبسوط 100%. تمام، انت جالك برضه منافسه ان في برضه ناس من الهند هيقدموا اسعار اقل، فانت لازم بتعلي الجوده على حساب السعر، تقول له والله انا سعري معقول والجوده بتاعتي كويسه عشان يشتغل معاك. هو في الاول هيبقى صعب شويه، في الاول بتبقى بتستني ان حد يجي يقيمك. يعني الفكره في ايه؟ في الموقع دوت، في المواقع دي عموما، ان الواحد بيدخل بيعرض يا اخوانا انا عايز حد يعمل الموقع دوت، فالناس كتير بتتقدم عليه، فهو بيشوف واحد يكون اشتغل مع ناس كتير قبل كده وخبره والناس كلها بتشكر فيه ويكون سعره كويس. فانا دلوقتي محدش، انا اول مره ادخل السوق، فهو خايف ان انا ما اكملش، في ان انا اتفق معاه وما اوفيش. فاول مره دي بتبقى ايه، بتاخد وقت لحد ما حد يوافق، انما اول ما حد بيعلمك مثلا يقول الراجل ده 10/10، الراجل ده بروفيشنال، خلاص بتبدا الناس بقى تتصل بيك. فما تزهقش، حاول ان انت كل يوم تدخل وتشوف مين اللي عايز شغل وتبدا تتكلم معاه. في بعض الحاجات ما بتبقاش محتاجه دراسه خالص، يعني تقول لا ده انا عارف الانجليزي ولا عارف فوتوشوب ولا عارف العك ده كله. في بعض الناس بتطلب حاجات بسيطه يقول لك والله، يعني انا مثلا في مرات طلبت حاجه بسيطه جدا، واحد مثلا ينظم لي الايميلات، ينظم لي كذا، ينظم لي كذا، واديته المبلغ اللي هو عايزه. فممكن تلاقي واحد يقول لك كده انا والله عايز اعمل سيرش على كذا، عايزك تدخل على جوجل وتنظم لي الحاجات بطريقه معينه وتديها لي. واحد تاني يقول لك انا عايز واحد يكون بيعرف عربي، انا عايز اعمل اسطوانه تعليم لغه عربيه، فكل اللي انا هطلبه منك ان انت تقول لي الكلمه بصوتك. تمام، بتحصل كتير. واحد يقول لك انا عايزك بس ايه تشرح لي فيزياء. تمام، واحد تالت يقول لك انا عايز منك تجمع لي ايميلات. تمام، ممكن واحد يقول لك انا عايز تعمل لي شغله معينه، يعني في شغله معينه هو بيعملها بتتكرر كتير، يعني مثلا هو عايز ايه ينشر لينك معين على جروبات كتير، فهو مش فاضي، فيقول لك انا هديك مثلا $100 مقابل ان انت تدخل تحط اللينك بتاعي على 100 جروب او 1000 جروب على اساس ان انا انشر الموقع بتاعي. تمام، يعني في حاجات كتيره جدا مش محتاجه دراسه، محتاجه بس ان انت تكون عندك عزيمه. في ناس كتيره بشوفهم بيبقى مثلا جاي البلد معهوش فلوس خالص وبيبدا يجتهد ويسال ويروح ويعمل. خلينا نفتكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما اول ما راح المدينه والرسول صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار، فاخوه الانصاري بيقول له ايه خد نص مالي وانا عندي زوجتين، اطلق واحده واتجوز انت وتجوزها لما العده بتاعتها تخلص، وخد اللي انت عايزه خليك قاعد ملك. قال له لا دول على السوق. طب خد فلوس اشتغل بيها. لا نزل معهوش فلوس خالص، فاضطر ان هو يشيل حاجات على كتفه لحد ما بدا معاه فلوس، بدا يشتري ويتاجر وي 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 لحد ما بقى من اسرع الناس في العالم. يعني لو مجله فوركس اللي هي بتهتم بالاغنياء وكده حابه تحط اكبر 10، هتلاقي ده واحد من ضمن ال10 على مستوى العالم كله. فانت ما تستصغرش نفسك، حاول تدخل في السوق وحاول تشوف ايه المهارات اللي عندك وتنميها، وتشوف ايه الحاجه اللي السوق عايزها. ممكن واحد يقول لك انا عايز مثلا لو انت مهندس معماري طب صمم لي تصميم معماري لحته ارض. ممكن واحد يقول لك انا عايز اتعلم عربي، علمني عربي وخد الفلوس اللي انت عايزها. ممكن واحد يقول لك انا عايز اعرف مثلا شوارع، اسامي شوارع مصر، انا بعمل بحث مثلا على كذا في مصر، فانت هات لي معلومات. طبعا لو لازم ما تكونش حاجه امنيا غلط وكده. ممكن واحد عايز يعرف اسامي الشوارع، واسامي الشوارع دي موجوده في كتب بالعربي بس هو مش عارف يقراها، فعايز حد يكتبها له بالانجليزي. ساعات بشوف واحد مثلا يقول لك انا عايز تتصل بالتليفونات بشركات معينه وانا اديك حاجه التليفونات كلها، تعمل لي دعايه معينه او تمسك لي حسابات شركه او او او. يعني بص بتدخل بتلاقي حاجات كتيره تتصورها ولا تتصورها. يعني ممكن تلاقي واحد يقول لك خد فلوس بس تقول نكت، انا راجل عايز اروش لنفسي وعارف ان دمه خفيف، قول لي نكتة. تمام، قول لي نكتة خد الفلوس اللي عايزها. فيعني هتلاقي حاجات كتيرة، بس انت ايه دعبس كده وان شاء الله ربنا يكرمك بالحال. في حاجات كتيرة محاذير. تمام، يعني ايه محاذير؟ يعني خط احمر ما تقربش منها، ما تحاولش خالص، ما تحاولش تعمل اي حاجة في الواقع حرام تعتقد انها على النت حلال.
تمام، اللي على الوقع حرام يبقى في النت حلال. لو حرام ان انت تشتغل في خمارة، يبقى حرام ان انا اشتغل في خمارة على النت، حرام ان انا اعمل لهم دعاية، حرام ان انا اشتغل معاهم او اي حاجة تساعد نشر الفساد. اي صور مش كويسة حرام، اي حاجة، اي تعاملات مع الكيان الصهيوني غلط حرام، ما خلاص في مقاطعة تامة. اي حاجة تخالف مبادئك ما بتعملهاش، حتى لو هقفلها فلوس كتير اغراض. يعني الحمد لله كان في شركة بنعملها وجالنا عرض كبير قوي من دولة معينة، و بس قعدنا عملنا اجتماع اخوانا، غلط ولا صح؟ غلط خلاص، ما فيش التعاملات ديت عشان ربنا يكرم بالحلال. في حاجة كتير بتبقى نصب على النت، حاول النت تبعد عنها. زي يقول لك ايه، يقول لك انا هعرض لك اعلانات وانت تقعد تدوس عليها وهتاخد سنت على كل واحدة، هتلاقي نفسك بتضيع كتير قوي في الشهر كله ما بترساش على حاجة. انت اشتغل الحاجة اللي هتفيدك بعد كده، الحاجة اللي انت بتاخد منها خبرة. يعني انا لما لقيت نفسي الميزانية بتاعتي واقفة، طب اخليها بالانجليزي؟ لا، انا عايز افيد اخواننا العرب وبتاع. ممكن بعد كده اعمل لما العرب كلهم يكتفوا ويبقى في ناس كتيرة بتشرح، ممكن اعمل واحدة بالانجليزي. طب اعمل حاجة غير البرامج الهندسية؟ لا، هي السوق محتاج كده فانا هعملها، مش مشكلة في الربح لان دي احسن. فانت تبدأ تشوف ايه، يعني خطط مستقبليا ايه الحاجة اللي هتبقى كويسة ليك، وايه الحاجة اللي ممكن تجي لك من وراها عائد، تمام، وربنا يكرم ان شاء الله. بس حاول تبعد عن النصب. يعني يقول لك ايه، ادفع 1000 دولار ولو جبت واحد تاني هتدفع 1000 دولار. طب انا استفدت ايه وهو استفاد ايه؟ الشركة اللي بتستفاد، تمام، ده اسمه الهرم الوهمي. الشركة اللي بتستفاد وكلكم بيتنصب عليكم، او انت ممكن تاخد مبلغ في مقابل ان انت نصبت على عدد كبير، فالكلام ده مش صح. الربح على النت زي ما بقول لك هو بيبقى اغلبه فريلانسز، وده انضف حاجه واحسن حاجه. وفي موضوع الاعلانات، لو انت عامل موقع بس تاكد ان هو ما يحطش اعلانات وحشه على الموقع بتاعك. ما ينفعش ان انت تبقى عامل موقع اسلامي ويخش لا اعلان عن خماره او على بيره وحاجات زي كده. لا، لو في اي اعلان ممكن تشيل العيد خالص، بكمان ما فيش في حاجه وحشه، او ان انت تقول لهم يا اخوانا الاعلان ده انا مش عايز يظهر عندي، هيلغوه على طول، تمام. بس هو ده اهم النقط. ان شاء الله بعد كده نتكلم بالتفصيل ازاي الاعلان بتاعي يكسب. يعني في بعض الحاجات كده، عوامل معينه بتخلي الاعلان اكسب فيه، وفي بعض العوامل برضو في موضوع الفريلانسز نبقى نتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.